إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وصلِّ اللهم وسلِّم وزِد وبارِك على هذا النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأتباعه وتابعيهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، تحدثنا في الخطبتين السابقتين، في الخطبة الأولى عن أهمية شهر رمضان، وأن من أهميته أنه شهر لثلاثة أحداث عظام: الأول إنزال القرآن فيه، والثاني بدر، والثالث الفتح الأعظم، فتح مكة. وفي الخطبة الماضية تكلمنا أن من شكر النعمة الأولى والحدث الأخطر في حياتنا وفي تاريخنا، وهو إنزال القرآن الكريم، أن من شكرها أن نتمسك به كما أمرنا الله: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واليوم نأخذ من بعض فضائل هذا الشهر وفيوضاته ما ذكره سيدنا سلمان في حديثه المشهور المعروف، مع أن المحدثين ضعفوه، ولكن معناه واضح جلي مقبول، ورواه ابن خزيمة في صحيحه. وفي جزئية من جزئيات هذا الحديث يقول سيدنا سلمان عن النبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وهو شهر يزاد فيه من رزق المؤمن، شهر يزاد فيه رزق المؤمن. وعندما تتتبع القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة ستجد أن رمضان من أكبر الفرص التي تتاح لك لزيادة الرزق والبركة فيما رزقك الله، وهذا واضح جلي في القرآن الكريم. أولا، أن الله سبحانه وتعالى عندما علل الصيام علله بتقوى الله، قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا ما ذهبت إلى القرآن الكريم وعلاقة التقوى بالرزق، فإننا سنجد آيات لا حصر لها. أضرب منها على سبيل المثال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره
قد جعل لكل شيء قدرا، ومن يتق الله يجعل له من كل ضيق ومن كل هم يمر فيه مخرجا وفرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما معنى يرزقه من حيث لا يحتسب؟ إن الإنسان إذا امتلأ قلبه بتقوى الله معناها أنه رجل يتوكل على الله حق التوكل. ولذلك في الآية قال ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني هو كافيه، هو الذي يدبر أمره وشأنه. هذه التقوى التي توجد هذا التوكل في قلب المؤمن ستجعل المؤمن يتحرى الرزق الحلال، وهذا التحري فيفتح الله له من الآفاق ومن الأبواب ما لم يكن يفكر فيها أنه يمكن أن يأتيه الرزق من هذا الباب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. قال ربنا أيضا في تقوى الله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ولو أن أهل القرى، والقرى ليس المقصود بها القرية في عرفنا الآن، ولكن القرى هي كل تجمع، فيمكن أن تكون مدينة أو قرية أو مقاطعة أو بلد أو قطر من الأقطار. قال لو أن أهل القرى آمنوا بالله فلم يشكوا في هذا الإيمان واتقوا الله لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. لماذا؟ لأن المطر الذي ينزل من السماء هو من أهم أسباب الرزق. الأمة التي يكثر فيها المطر أمة يكثر فيها الزرع والرعي والغنى والنماء. والعياذ بالله إذا أمسكت السماء أصاب الناس القحط والجفاف والفقر والعوز. ولذلك من تصريفات كلمة الأمطار في القرآن الكريم دائما لا يذكر مطر، إنما يذكر في الغالب رزقا، وأنزلنا من السماء رزقا، رزقا يعني لأنه سبب في إخراج هذا الرزق. يقول ربنا لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. ذكر ابن كثير آراء المفسرين في الحياة الطيبة، قال الحياة الطيبة هو الرزق الحلال الواسع الذي يسع صاحبه فلا يلجئه إلى السؤال ولا إلى الحرام. هذا معنى فلنحيينه حياة طيبة، شرط أن يكون مؤمنا تقيا. والتقوى معناها الاستقامة، وأن لو استقاموا على الطريقة، يعني على طريق الدين، على طريق الإيمان، قال ربنا لأسقيناهم ماء غدقا. أن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. هذا في مجال التقوى. والتقوى معناها أن المؤمن يفعل كل موجبات التقوى. في حديث سلمان هذا يقول سلمان أن النبي قال عن هذا الشهر أكثروا فيه من أربع خصال. احفظوه، كنت أتحدث في درس الأخوات عنهم الثلاثاء الماضي. قال أكثروا فيه من أربع خصال. النبي هو اللي بيوجهك، لأن إحنا أحيانا ماذا نفعل في رمضان؟ نفعل ما تحبه نفوسنا وما ترتاح إليه. إن أفضل من يرشدك إلى خيرك في رمضان هو خير الخلق جميعا، إنه رسول الله الأعرف بربه منا جميعا. قال استكثروا فيه من أربع خصال، خصلتان ترضون بهما ربكم
وخصلتان لا غنى لكم عنهما. أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم، قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتستغفرونه وتستغفرونه. وأما الخصلتان التي لا غنى لكم عنهما، قال: تسألوه الجنة وتستعوذون به من النار. يعني تسألوا الجنة وتستعيذ به من الايه؟ من النار. هذه الخصلتان اللي انت محتاجه، والخصلتان التي ربنا يرضاهم منك أن تقر له بالتوحيد والإخلاص والشهادة وتستغفره. فمن باب التقوى أن تكثر في هذا الشهر من استغفار الله سبحانه وتعالى. فماذا قال نوح عن الاستغفار؟ قال: قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. هذا ما قاله نوح. علل نوح أن المستغفر لربه بحق، وبخاصة المستغفرين في الأسحار، قال هؤلاء، قال: يمددكم ربكم بأن يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ولذلك جاء في عقب المستغفرين بالأسحار أن الله سبحانه وتعالى كأنما يقول للمستغفرين بالأسحار: أبشروا فالرزق لكم عند الله مضمون، بعد أن قال إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. قال: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. بمعنى أنت ما عليك إلا الاستغفار الحق لله سبحانه وتعالى، وهذا الاستغفار الحق هو الذي سيفتح لك الآفاق ويفتح لك أبواب الرزق. لكن أيضا شهر رمضان أعطاك موجبات هذا الأمر، بمعنى أن هناك أسباب غير التقوى والرزق يجب أن تنتبه إليها، وهي موجودة أيضا في رمضان، هي من موجبات الحفاظ على النعمة. فإن أي نعمة من نعم الله عليك، كانت هذه النعمة في المال، أو كانت هذه النعمة في الولد، أو كانت هذه النعمة في الصحة، أو في العقل، أو في العلم، أو في أي شيء من الأشياء، لكل نعمة أنعم الله بها عليك من جنسها شكر، من جنسها شكر. ونحن تكلمنا في السابق كثيرا أن شكر المال أن تنفقه في سبيل الله بعد أن تكفي أهلك وحاجتك، أن يكون للفقراء والمعوزين والأصحاب الحاجات في مالك نصيب. إن كنت تقيا كان حقا، وإن كنت غير تقي وجدته تفضلا منك. لكن التقي يعلم أنه مستخلف في المال، وأن المال مال الله، وأن الذي أعطاه هو الذي يمكن أن يسلبه. فرأى لم يرى لنفسه فضلا في أن يعطي من هذا المال. ولذلك فإن الشكر النعمة وثبات النعمة مرهون بشكرها. قال ربنا: ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن شكرتم لأزيدنكم. وفي الحديث القدسي الصحيح أن رجلا من بني إسرائيل سمع صوتا في السحاب، كأنه صوت ملك يقول للسحاب: تصرفي إلى أرض فلان فأسقها. يعني الملك يسوق السحاب إلى أرض معينة، وسمع اسم الرجل لتسقي له الأرض. فلما رأى هذا الرجل يحول الماء بمسحاته، سأله عن اسمه فأخبره باسمه، فإذا هو الذي سمعه من الملك في السحاب. قال: يا رجل، سمعت الملك يسوق السحاب إليك،
ماذا تفعل؟ ماذا أنت تفعل؟ قال: عودت ربي عادة أن ما يخرج من هذه الأرض أقسمه ثلاثة أثلاث، بجعله على ثلاثة أقسام. قسم أنفق به منه على أولادي فأكفهم به، وقسم أعيده في الأرض، يعني شيء ليرجع تاني يزرع مرة أخرى، وقسم جعلته للفقراء، يعني بخرج ثلث للفقراء وثلث يرجع في الأرض وثلث جعلته لأولادي. قال: بذلك ساق الله لك المطر، بذلك ساق الله لك المطر. الشكر، شكر النعم مقيد لهذه النعم ولا يجعلها تنصرف. والذي يجحد النعم فإنما يأتي أسباب زوالها. لماذا؟ لأن جحود النعم هي في الحقيقة جحود للمنعم، هي في الحقيقة جحود للمنعم. ونحن في رمضان، حتى الذي لا ينفق خلال الشهر سيجد نفسه قبل أن يصلي العيد مطالب بواجب من الواجبات وهي صدقة الفطر، ولا يخرج للعيد ولا يصلي العيد ويفرح قبل أن يدخل السرور على قلوب اليتامى والمساكين والفقراء، فجعلها النبي قبل صلاة العيد، ومن أخرها بعد صلاة العيد كانت صدقة وليست صدقة الفطر، نزل أجرها ولم يحصل على أجر صدقة الفطر. لماذا؟ لأنك كنت في شهر الشكر، وشهر الشكر معناه أن تشكر الله فتدخل الفرحة والسرور على أصحاب الحاجات. إذا فعلت ذلك فأل هذا الفقير، إذا فهمتها فهما صحيحا، فإن هذا الفقير هو سبب أن تزيد النعمة عندك وأن تثبت فلا تزول. الأصل لا تتفضل على الفقير، فإن الفقير سبب في ثبات النعمة عندك. لو أنا أفهم جيدا لأعطيت الفقير وقبلت يده ورأسه وقدمه، لأنه سبب في ثبات النعمة وزيادتها. سبب، ربنا جعله سبب، يعني تلاش لك فضل عليه، إنما هو له فضل عليك، حيث أنك بأن تتصدق عليه جعلت في نعمة الله عندك ثبات وزيادة. أي فضل لهذا الفقير عليك؟ لكن إحنا ما بنفهم هذه المعاني، أحيانا بتقصر بلا المعاني ونظن أننا متفضل عليه، وأنه وقفوا أمامي أحيانا زليل، وأحيانا بعض الناس عندما يتصدق على أحد أو يساعده يذل بيت حياته، يعني كأنما يريد منه كل ما يقابله يقف له احتراما ويمجد منه ويذكره في المجالس ويقول فلان كريم وأعطاني وكذا. بئس هذا الخلق، بئس هذا الخلق، إنك تتعامل بنفسية سيئة. إنما النفس الكريمة، النفس العالية، هي التي تنظر إلى الله وتنظر إلى هذا الفقير أن الله جعله سببا لثبات هذه النعمة وزيادتها، فبدل من أن أتكبر عليه أقبل رأسه وقدمه، لأن به ثبتت النعم وزادت. ولئن شكرتم لأزيدنكم، ولئن شكرتم لأزيدنكم. ورمضان شهر الإنفاق، ولن تخرج منه إلا على الأقل بصدقة الفطر، وهي هذه الصدقة نوع من الشكر الذي يجعل هذه النعمة عندك دائمة لا تزول. إذا رمضان ليس فقط يفتح أبواب الرزق بتقوى الله وبالاستغفار، ولكنه يمنحك الفرصة أن تثبت عندك النعم وأن تزيد. هذا عندما تشكر الله سبحانه وتعالى عندما تتصدق وتنفق من مالك. أيضا في رمضان نقول للناس أنه شهر المواساة وشهر صلة الأرحام. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس، وهو حديث صحيح، قال: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، يعني في عمره يعيش طويلا، يعني قال: فليصل رحمه، فليصل رحمه. فصلة الرحم تزيد الرزق، وصلة الرحم تطيل العمر.
وشرحت هذا الحديث من قبل وقلت ليس المقصود به البركة، ليس المقصود به البركة وإن كان يتضمن البركة، ولكن مقصود به حقيقته. ما معنى حقيقته؟ أي أن الرزق يزداد فعلا وأن العمر يطول فعلا، يعني يزيد العمر ولا ينقص. أعلم أن بعضكم كثيرا قل أن العمر والأجل مكتوبة وإذا جاء أجلهم لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون وهي لحظة كذا وهي، هذا كلام ناقشه العلماء. والإمام الشوكاني له دراسة جميلة رائعة صغيرة، يعني كتيب كده تقرأه، يعني إذا كنت متعود على القراءة يأخذ منك ساعة. يقول قولهم فإذا جاء أجلهم، قال إذا جاء يعني لو الملك بتاع الموت وصل خلاص، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لكن إذا لم يأتي الأجل، لم يكن الأجل قد جاء، قال يزيدون وينقصون بالأعمال الصالحة. الدراسات العلمية المجردة اللي قام بها العلمانيون نفسهم قالوا أن الرجل الاجتماعي اللي له علاقات اجتماعية، وأهم العلاقات الاجتماعية صلة الرحم، الذي يليك ثم الذي يليك، أبوك، أمك، إخوانك، أخواتك، أصحابك، أقاربك، هذه أول الاجتماعيات. أثبتوا بالدراسة أن الإنسان الاجتماعي المنفتح على الناس والذي يصل الناس ويصله الناس، أثبتوا أنهم أطول أعمارا من المنغلقين الذين لا علاقة لهم بالناس. وأثبتوا أن فكرة الانتحار والاكتئاب والأمراض النفسية عند المنغلقين أضعاف أضعاف عنها عند المنفتحين على الناس ولهم علاقات بالناس. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقصد البركة فقط، إذن عندما تصل رحمك سيزيد رزقك. وحتى الناس أصحاب البيزنس الآن بيعملوا إيه؟ لما ينزل في منطقة والبيزنس بتاعه فيها بيعمل إيه؟ بيعمل علاقات. كل ما تزيد علاقاته ماذا يحدث في البيزنس؟ ينتشر ويفعل كذا. واللي بينغلق ولا ينقل علاقات مع الناس البيزنس بتاعه ممكن يموت وينتهي لأنه ملوش علاقات. إذن النبي صلى الله عليه وسلم عندما قصد صلة الرحم إنما قصد فعلا على الحقيقة أن الرزق يزيد وأن العمر يزيد وليس على سبيل البركة وفقط. وهذه من موجبات الصوم، أن تكون واصلا واصلا لرحمك. ثم إن الصوم يعلمك حسن التدبير ويجعلك صابرا ولا تجري وراء الشهوات. وقال الناس أن تدبير المعيشة نصف الغنى، تدبير المعيشة نصف الغنى. بمعنى إن رجل ممكن يكون دخله كبير ولكنه وراء شهواته يلهث فينفق ماله يمنة ويسرة على الشهوات، هذا سيستدين مهما كان دخله سيستدين. لكن عندما يكون متحكما في شهواته وإذا الشيء يؤدى بثمن أقل لا يذهب إلى الأغلى من باب المراعاة أو من باب كذا أو من باب كذا، كالذي يجرون وراء البرنيمز والمش عارف كذا وكذا فينفقون أموالا طائلة في غير محلها، هذا يمكن أن يتعرض إلى الفقر. ولكن الذي يتحكم في شهواته ولا يأخذه بريق الدنيا ويحسن تدبير أمره، فقالوا الغنى نصف الغنى متوقف على حسن التدبير، وليس فقط على زيادة الدخل ولكن على حسن التدبير. فالذي يحسن التدبير يغتني قبل الذي لا يحسن التدبير. وفي الأمثال العامية قالوا أن بيت المهمل يخرب قبل بيت الحرام، يعني السارق اللص الذي يصل. لماذا؟ لأنه مهمل، لأنه لا يستطيع. الصيام يعلمك كيف تتحكم في هذه الشهوات، كيف تضع عليها قفلاً ولا تجعلها هي التي تتحكم فيك، كأنك تمسك بلجام جواد جامح ولكنك فارس ماهر. هذا الذي يفعله الصائم إذا صام بحق، وليس صوم العادي الذي يصومونه، إذا صام بحق كان متحكما في شهواته، لا تقوده شهواته ولكن هو الذي يقودها ويصرفها في الطريق الأمثل لها. وهذا أيضا من الرزق الذي قد لا تنتبه إليه، وهو
حسن التدبير يمكن أيضا أن تخرج به من رمضان. ثم أقول في قضية الرزق، هذه القضية التي شغلت البشرية كلها، وأن تعب القلوب وأن النصب وأن الهم وأن الغم الذي يصيب الناس مرجعه في الأصل إلى قضية الرزق، والناس مهمومة فيها. عندما يدخل الإنسان ويتوكل على الله ويكون مع الله فإنه لا يتعب. ولذلك قال ربنا في الحديث القدسي: يا عبدي خلقتك للعبادة فلا تلعب، خلقتك للعبادة فلا تلعب، وقسمت لك رزقك فلا تتعب، وقسمت لك رزقك فلا تتعب. ما معنى لا تتعب هنا؟ ليس لا تتعب يعني ما تمشيش وتتعب وتهين نفسك في العمل، لا، التعب هنا تعب القلب وليس تعب البدن، فتعب البدن مطلوب ولكن التعب هنا تعب القلب. إياك أن يتعب قلبك، إياك أن يصيبك الهم بسبب الرزق، لأن الله قد قسم لك الرزق وأيقن أنك لن تموت. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي، أنه لن تموت نفس، لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوفي رزقها، لن تموت نفس ولك شربة ماء في الدنيا. فلا تتعب، لأنه في السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. سمع أعرابي هذه الآية قال: من أغضب الله حتى يقسم، من اللي شك في القضية دي حتى ربنا يقسم عليها؟ قال: من أغضب الله حتى يقسم. نحن نؤمن أن رزقنا في السماء، وأن الدنيا كلها لو اجتمعت بإنسها وجنها بشياطينها وبمرضة جنها على أن يمنعوك شربة ماء هي لك، ستأخذها رغما عن أنوفهم جميعا ولن تموت حتى تأخذها. فيجب أن يكون القلب مستريح لهذا الأمر ويطمئن، لأن الرزق موجود، وهذا مرده إلى الثقة الكاملة في الله. ومن موجبات الصيام الثقة الكاملة في الله مع الأخذ بالأسباب. ليس المقصود أن الإسلام والقرآن يريدك كسولة وتقول والرزق في السماء، لا، الذي قال لك: وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، هو الذي قال لك والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هو الذي جعل لك الأرض ذلولا لتمشي فيها وتأخذ بالأسباب. وقال علماؤنا: من يقعد عن الأخذ بالأسباب في الرزق ليقول إن الله يرزقني، قالوا هذا زنديق. لماذا؟ لأنه كأنما يختبر الله، كأنه يقول: يا رب أنت تقول وفي السماء رزقي وما أوعد، فأنا سأجلس في قاع بيتي وسأنتظر كيف سيأتيني الرزق. وحكيت لكم من حكاية المتصوفة، لأن المتصوفة أحياناً يشطحون في هذه المعاني، يعني بروحوا لأخرها كده في الآخر. فكان أحد شيوخ المتصوفة يعلم تلامذته التوكل، فشطح كالعادة أنه يعني كأنه لو لم يفعل شيء لجاءه الرزق ودخل فيه ما يهمه. فأحد تلامذتي بين عليك النخ وشغال شوي، لأن الأصل في الشيوخ والمريدين إنك تغلق عينك وتسكر مخك وتتبع ما تفكر شوي. فقال: أنا أختبر الحكاية. فخرج في الصحراء وجاء خلف كثبان عال واختفى خلفه، ثم قال: سأنتظر، إما أن أهلك وإما أن يصدق معي ما قاله الشيخ ويأتيني الرزق. انتظر يوم اثنين لا شيء، ثم أوشك على الهلاك، قال: خلاص الشيخ كلامه مش مظبوط، وهم أن يعود. فإذا بقافلة تمر من أمامه فيها ناس، فقال: ها خلاص الرزق جه. فجلس ولكنه خلف هذا الكثبان، وجلس بعضهم ووضعوا طعامهم ثم أكلوا،
ثم لموا طعامهم وسيمضوا. لا لا ولا حد شعر بي قال ده هيمضوا وارجع ثلاث ايام تاني بهلكت. قال اخبرهم بي. فتنحنح صوت عنه فسمعوا صوته فقالوا هنا واحد من الناس. قالوا يا اخي فلما راوا قالوا يا اخي ما الذي اوجدك هنا؟ اتريد طعاما؟ قال نعم اشرفت على الهلاك. فاعطوه الطعام فاكل ثم عاد الى شيخه قال يا شيخ صدقت والله لقد ارسل الله لي الطعام لكن علي ان اتنحنح او الاحم يعني اذا ما قلتش احم كنت هلكت منه. فهو احم دي معناه ايه؟ اخذ باسباب الاخذ بالاسباب. فانت تحرك بس عليه يقول احم لازم تقول اي حاجه لازم تتحرك لا تختبر ربك. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور. ولذلك قال علماؤنا التوكل الحقيقي ان تاخذ بالاسباب كامله لي غير منقوصه ولكن قلبك معلق بالله الذي هو سبب هذه الاسباب. ثم يتبقى ان تلح على ربك بالدعاء. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. شهر رمضان هو شهر الدعاء وكلنا نكثر فيه من الدعاء. وللدعاء مع الرزق صلة حيث أن الله سبحانه وتعالى لم يحدد قال ادعوني أستجب لكم. وفي داخل آيات الصيام نفسها بعد أن ذكر ربنا فريضة الصيام شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان قال في الآية التي تليها وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. معنى ذلك أنك تدعو بالرزق الحلال وبطيب العيش وبالسعة في الرزق فإن الله يستجيب فإن الله يستجيب. وأنا خطبت في السابق خطبة عن حقائق حول الدعاء وقلت أن الدعاء ليس معناه عندما تدعو الله أن يسد دينك أو يبسط في الرزق لك أن سيأتيك ملائكة بيض الوجوه معهم خزائن السماوات والأرض ويلقوها أمامك. هذا ليس صحيحا. إنما الدعاء معناه عندما تكرر هذا الدعاء فهذا التكرار المستمر يجعل عندك نوع من الانتباه. هذا الانتباه يفتح أمامك آفاق لم تكن تراها عندما كان الهم والغم مسيطر على عينك. الإنسان إذا أصابه الهم والغم مش بيشوف الأشياء المعنوية، لا ده ممكن يمر من أمامك واحد من الناس لا تراه يقول لك يا أخي قلت لك السلام عليكم والله ما سمعتك ما رأيتك. ليه؟ الهم مش مخلي واحد يشوف. فما بالك بالأشياء الأبواب الأخرى المعنوية هذه كيف شتراها؟ الهم عندما يأتي يطمس على كل التفكير يشل التفكير بالكامل زي الخوف بالضبط. الخوف لما يصيب قوم ما يعرفوا يفكروا بيقف في مكانه كده كما رووا لنا الرجل الجندي التتري اللي وقف واحد من في عندما دخل التتار إلى بغداد. هذه قصة مشهورة ذكرها المؤرخون بينوا قد ايه الخوف سيطر على الناس. أوقفه قال انتظرني هنا حتى آتي بالسيف فأقتلك. قال وقف يرتعد في مكانه ما استطاع أن يتحرك خطوة واحدة حتى أتى بالسيف وقتله. ليه؟ الخوف لبشه ما خلوش يفكر خالص. كذلك الهم. فعندما تدعو إنما تستدعي معاني تنفتح أمامك وتزيل هذا الهم الذي أغلق عينك وقلبك فتنفتح لك الأمور. هذا هو معنى الدعاء. رمضان شهر الدعاء فأنت تدعو بما تحب والله سيستجيب وسيبصرك بما تدعو ويفتح لك الأبواب ويفتح عينيك ويفتح عقلك ويفتح فكرك إلى أشياء لم تكن موجودة من قبل. فإن أكبر رزق ساقه الله إلى بني آدم دون بقية المخلوقات رزق العقل. العقل اللي يفكر ويدبر في الأسباب هذا الرزق من أجل الأرزاق التي رزق الله بها الناس
وأكبر نقمة يمكن أن تنزل على أحد الحمق. الحمق أكبر نقمة. قيل لحكيم عاقل واعي: ماذا لو أعطيناك خزائن الدنيا لتتنازل عن الحكمة؟ فماذا أنت فاعل؟ قال: لا. قالوا: لما؟ قال: لو تنازلت عن الحكمة تلبست بضدها وهو الحمق، فإذا كانت معي خزائن الدنيا وأنا أحمق سأبددها فتذهب المال ويبقى لي الحمق، يذهب المال ويبقى لي الحمق، فلم يرى للحكمة بديلا. ولذلك ربنا في أعقاب آيات الإنفاق بعد ما تكلم عن الإنفاق من أول آيات الإنفاق: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، إلى النهاية، نهاية آيات الإنفاق، قال: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فآيات أن تحتاج إلى الحكمة، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يتذكر إلا أولو الألباب، أولو العقول. رمضان فرصة لزيادة الرزق، لكن أقبل عليه بأسبابه وهيئ نفسك للإنفاق فيه، وإدخال السرور على الفقراء والمساكين والمعوزين، فإن هذا يغير حالنا إلى أفضل حال. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، واجعلنا فيه من المقبولين، اللهم اجعلنا فيه من المقبولين، واقبل فيه صيامنا وقيامنا ونفقاتنا ودعاءنا، واجعلنا يا رب مستجابين الدعوة، اللهم اجعلنا فيه من مستجاب الدعوة، إنك يا مولانا على كل شيء قدير. اللهم اجعله شهر خير وبركة على جاليتنا وعلى أسرنا وعلى أولادنا، إنك يا مولانا على كل شيء قدير، واجعله شهر خير وبركة ونصر على أمتنا. اللهم ارفع الهم والغم عن بلاد الإسلام أجمعين، ارفع الهم والغم والبلاء عن بلاد الإسلام أجمعين، واجعل رمضان شهر رحمة عليهم جميعا. اللهم اجعله شهر رحمة عليهم جميعا، وحرر مقدساتنا، وحرر أقصانا، وحرر بلادنا، وانشر فيها العدل والأمن والأمان والسلم والسلام، إنك يا مولانا على كل شيء قدير. قوموا إلى صلاتكم، صلاتكم تكتب آثارها.